cheese. Then crossed five person by five person. It's hard life there. I can't go to my university because the police, the government police are all around the university. If you don't have your ID card, they must get you to the jail without any. Just you don't have your ID card, go with us to the jail. You don't know why. الدول الأوروبية تشكر مشكورة على هذا العمل الإنساني لكن المعالجة بتكون بسبب الرئيسي للجوء اللاجئين يعني والقدوم إلهم على الدول الأوروبية. نحن عم نعاني كثير من قدوم اللاجئين. طبعا أنا لاجئ بالأساس أنا لاجئ لكن الشيء اللي حابب أقوله إنه نحن لماذا لا نستأصل السبب الرئيسي في سبب اللجوء المسبب الأساسي للجوء اللاجئين للدول الأوروبية وننسى يعني إذا كان عندنا ورم سرطان لماذا نعطي منبهات ولا نستأصل هذا المرض. هذا كل ما أود القول به. دانك شيم. شكرا. Thank you.